أنا جمعتكم النهاردة بناء على طلب كبير كبارات السوق في الفترة الجاية. عبد الله باشا النمر عايز أقول لكم كلمتين. السوق زي البطل قلاب، واللي مش بيتطور بيريح. وانتوا أكبر تجار ألماس في البلد، تتعاملوا مع الكبار. الكبير مش اللي بيدفع بس، الفلوس مفيش أكتر منها مع الصغيرين. الكبير اللي بيحمي رجالته وبيبعد عنهم الخطر. عبد الله ولد أجدع وأنضف وأكبر جواهرجي في مصر. أول ما عرفت إن عبد الله راجع، أنا راجعت كل حساباتي، ومن النهاردة يدي في يده وشغلي كله معاه. ولو كلفتني كلمتي مع أي مخلوق أنا هضمن لكم اللي بتكسبوه مضروب في تلاتة، وهديكم الحماية والأمان. اللي معايا كسبان، واللي مش معايا فرقان. قلتوا يا معلمين؟ كلنا معاك. كلنا معاك طبعا. على بركة الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده كله؟ السلام. يا سلام، رجعتني يا عبد الله 20 سنه ورا. افتكرت ابوك الله يرحمه لما كان يقعد ويشتغل بايده كده ويفنن. ايه ده بيبخ؟ ايه ده؟ في ايه يا حبيبي؟ ابوك عبد الله كان يقعد يشتغل ويرسم ويفنن، اشتغل مع اجانب، اتعلم منهم لغايه ما بقى احسن منهم. السوق كله بعد ما الاجانب مشيت كانوا عايزين ابوك يشتغل عندهم، رفض، ركب دماغه، بدا بغوشتين وحلق لغايه ما ركب السوق ده كله بقى احسن واحد في السوق. اسم ابويا عايش يا خال، وهيفضل يعلى لحد ما هيبقى اكبر اسم في الدهب. بس يا حبيبي بس مطرب. طب تعال تعال ابوك بعيد، تعال تعال اقعد يا مال. لا لا، هما كلمتين بس. طب ما تقوليهم وانت قاعد. اول حاجه الف مبروك على اللي انت فيه ده يا عبد الله. الله يبارك فيك يا ملك. انا بابا امبارح خرج من الحجز وكان تعبان قوي. هو انت السبب في اللي حصل له ده؟ اه، انا اللي دخلته وانا اللي خرجته وانا اللي قلت لحامد يطلب منه كمان عشان يشيل شنطه. حامد؟ اه حامد. حامد ده غلبان على فكره، جالي هنا واستسمحني وترجاني عشان اشغله معايا. حسبتها له، قلت له انت لو خدت من الشيم 2 مليون جنيه مقابل سنتين سجن مش هتاخدهم معايا في 20 سنه، واقتنع بصراحه. طب لحد كده وكفايه يا عبد الله لو سمحت. كفايه ايه؟ انت حقك وخدته، انت قام وانت قمت. لو عايز تحافظ على قربتي انا وانت والايام الحلوه اللي عشناها سوا عشان خاطر كفايه. انت مالكيش دعوه بالموضوع ده يا مالا، انا مفيش بيني وبيني غير كل خير، بس اللي بيني وبين ابوك وقرايبك وانا وهم واحد. كفايه بقى اللي انت عملته فيهم، حرام عليك بقى. انت كنت وحشاني جدا على فكره. اه والله كان وحشني الكلام معاكي، حتى لو بالمنظر اللي احنا اتكلمنا بيه. بس ما تتعبيش نفسك يا مال، انا مش هوقف. يبقى من النهارده انا وانت اعداء يا ابن عمي.